احنا بالنسبه لشريحه المتقاعدين والله بالله الظلم اللي يوقع علينا ما وقع على احد. يعني واحد يخلص له 30 سنه 35 سنه يطلع له ب 500 ب 600، وواحد يخدم له اربع سنوات يطلع له ب 5 ملايين 6 ملايين. يعني جريمه، هذا شايل شهاده ازيد من هذاك. زين، يعني هو هذا التقاعد العراقي، هذا مو تقاعد، هذا جريمه والله، هذا تدمير. يعني انت ما تقدر لا تدار روحك، لان انت طلعت بعمر مستهلك يعني على استهلاك. يعني هاي نظره ما عندهم على هالناس هاي، حتى في سبيل تقول والله خلف الله عليهم، هذول ناس داروا بالهم على المتقاعدين، وكلكم باكر تصيرون ياخذكم الكبر وتصيرون متقاعدين. اذا حل بيكم مثل اللي حل بينا والله تشوفون الضيم. واحنا نقول لا هلا ولا مرحبا براس الشهر، شلون يوم يصير حسب لك كدر، شنطة للخياط، شنطة للأجار، شنطة بطحين لي والليل ونهار، ضاقت وصارت علي مثل الصور، ناس تاكل موز وانا اكل جزر، اللي ياكل ايش بدريه واللي يسرد ذره، شلونك يقول لي وروح مرمره، ردني شدني ايش وقت تاخذ لك مره، حكاية البطران يحكيها بطر، لا هلا ولا مرحبا براس الشهر، لا هلا ولا مرحبا بيوم المعاش، شاب راسه وخلص يا وصفة بلاش، يمتكد وقدح صرت مثل ابو كلاش، وهذاك ابو شزمه الكلاهب لا قهر، لا هلا ولا مرحبا براس شهر. قناتي العراقيه تحياتنا لكم عم. هسه قانون التقاعد يعني صار في المشكله خطيه، ذول الفقره يعني وين يروحون؟ يعني لا ياخذ 400 شو تسوي للطبيب؟ للاجار؟ الله اكبر، يعني واحد ياخذ له مليون ونص وواحد ياخذ 400 ونفس الخدمه، نفس الخدمه يا عمي. يعني كافي قانون التقاعد، هو اكسباير منتهي كم يوم وينتهي؟ داروا شويه برتقالات برتقالات 400 للطبيب، وين من يطيح الذني؟ ما ادري الناشد المسؤولين، من هو المسؤول عن التقاعد عمي؟ ناشد رئيس الوزراء هذا الجديد عمي، رحم الله والديك، دير بالك على المتقاعدين، خطيه ومنتهي، هو منتهي عمره. طول عمي طول شويه، طول وياكم قبصه حتى يدبروا اموره، يعني تحياتنا لكم يا عمي.